في عملية مشتركة لجيش الدفاع والوحدة الشرطية الخاصة والجهاد الشباك تم القضاء على المدعو إبراهيم نبلوسي، هذا الإرهابي الذي كان مسؤولا عن سلسلة من عملية إطلاق النار ضد جنود جيش الدفاع وضد المدنيين الإسرائيليين وأيضا باتجاه مجمع قبر يوسف عليه السلام. إبراهيم نبلوسي لم يكن بطلا بل كان إرهابيا، وبهذه العملية تثبت إسرائيل من جديد أنها ستلاحق الإرهابيين أينما تواجدوا، ومن يهدد أمن إسرائيل والمواطنين الإسرائيليين سيتم ملاحقته.